بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز، واسمحوا لي أن أنا أهنيكم يعني بحلول شهر رمضان، خلاص على يوم ولا يومين. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. وأيضا أهنئ أشقائنا المسيحيين بصيامهم، وربنا يا رب يتقبل منا جميعا. يمكن مش عارف أبدأ بالكلمة الأول ولا أتكلم الأول، مش عارف. لا، أنا اسمحوا لي أتكلم الأول. في كل سنة زي يوم زي اللي احنا بنحتفل بيه، وأنا بقول بنحتفل لأن طول ما في رجال بتقدم نفسها من أجل بلدنا مصر، إنها تظل حرة آمنة سالمة، كل ما يبقى ده كل سنة يبقى نحتفل ونهني نفسنا على مرور سنة بخير علينا. والحقيقة الكلام اللي النهاردة اتعرض، سواء استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وأنا يمكن في حاجة لزبطنا اللي موجودة، وحتى لطلبة الكليات العسكرية اللي موجودين، كان في يوميات واتعرضت مرة، ما عرفش انتوا شفتوها ولا لأ، عن حياة الشهيد عبد المنعم رياض، وهو لما يعني وكلت له المهمة، فهو يعني راح مكتبه يعني، فلقوا مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها يعني، فقال لهم لا أنا عايز ترابيزة بس، وشيلوا السجادة ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجة بسيطة خالص. فأنا توقفت جدا قدام الإجراء ده، فأتاري إن الاستقامة ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني، إن هو يعني هو السوشيال في شك، بس دي كانت مقدمات في تقديري، دي كانت مقدمات إن المسار ده والطريقة دي والنفس دي أكيد هيبقى معها خير عظيم جدا، وتنتهي بأنه هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل كل سنة نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغاية لما استشهد وما بعد استشهاد. نيجي مرة تانية على الحرب 67 و73، وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا، استباح دمنا واستباح مستقبلنا، انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما الدول كتير راحت. فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا، سواء اللي استشهدوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغايه دلوقتي. طب انت قلت الكلام ده قبل كده صحيح، طب بتكرره كتير ليه؟ لازم نكرره زي ما احنا كده بنكرر، عشان نبقى دايما فاكرين ودايما ما ننساش ان في تمن الدفع في البلد دي،
عشان تستمر وعشان تبقى آمنة وسالمة، وفي الآخر تبقى اللي اتعمل ده كله في رقبتنا كلنا، رقبتنا كلنا من أولنا وإحنا نازلين. ويبقى الحفاظ عليها والعمل على أن هي تتطور وتطلع لقدام ده ضريبة لازم ندفعها كلنا. وأنا بقول كده يمكن مقدمات الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا 2 سنين والحرب الروسية دخلها على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر، والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر ولا يبذلوا جهد أكبر ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة، كل حاجة. إحنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، أنا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معنا هنا، وزي ما أنتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة. وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها أثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن 10 سنين 10 سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني وإحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتكلم وبقول يعني إن الأمور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا لكم كلكم. اسمعوا، أنا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار أضيع في مصر ولا الحكومة، احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ او تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. وكمان خلي بالكم، ما احناش ان شاء الله فسد خدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، لا ما حصلش. إن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها،
بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل، تسجيل من إنسان أنتوا اخترتوه قلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلت لكمش أبدا إن أنا الموضوع ده أنا لها أنا لها وخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لأن التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد إحنا. وقلت قبل كده 100 مرة العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض نشتغل ونصبر. عشان عمري ما عاتبت حد، عمري ما عاتبت حد، وقلت يعني وعدتوني ووعدتوني، وعدتوني ان احنا نبقى مع بعض كلنا ونبذل جهد كلنا. هفكر نفسي تاني واكرر اللي بقوله، بقول الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي مش احنا اللي عملناها بمغامره. طب ما في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش، ما يلا بقى، سمعتوش الكلام ده؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش، بتكلم ايه؟ كل المصريين مش بكلم الجيش ولا الشرطة ولا حتى الحكومة، يعني بكلم الناس. لا احنا ما عملناش ده، بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا. نفس الكلام في الاتجاه الثاني، وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت ما حدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي، ما بتخشش ليه من المعابر؟ مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حريصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة، وأي فرصة لينا إن احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا أو حتى من عندنا تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة. والناس كانت كلها يقول لك إيه؟ لا ده كلام مش احنا، يعني كلام إن ده مش حقيقي، لا المعبر بتقفل. وأنا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. طب هما بيرموا دلوقتي ليه؟ عشان الشمال مثلا بعيد شوية، ولا عشان أيضا في تحديات في دخول المساعدات من المعبر أو من المعابر، بس في عندنا احنا معبر احنا مسؤولين عنه. دي نقطة. ونقطة تانية زي ما قلت لكم كده، ما تقالش مثلا ان في 10-12 مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدولة خدوهم. لا ما حصلش، ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كل جهدنا وكل إمكانياتنا كانت جوه البلد دي. وأنا مش عايز أسيء في كلامي لأحد قبل كده، عشان يعني بعتبر دي مش يعني لا من صفات مش صفات طيبة، إن أنا بس أنا والله العظيم أنا بحلف بالله، والله العظيم أنا ما لقيت بلد، أنا ما لقيتش بلد، أنا لقيت أي حاجة، وقال لي خد دي.
انتوا فاكرين البلد بتتقام بال، احنا امكانياتنا مش كتير قوي، احنا قاعدين على كنا 6% وبقينا دلوقتي بنتكلم في 10 و12، هما 6% دول بس والباقي صحراء، قاعدين نجري جوا بعضنا في 6% من أسوان لإسكندرية. لما البلد يعني بقت صعبة علينا في كل شيء، كان ممكن ما نمشيش المسار ده، ما نمشيش المسار ده، خلاص ما عندناش، نعمل ايه بقى؟ ويبقى هو ده اللي، او ان احنا نبقى نتحرك بفاعليه وقوه، ويمكن نعاني، ويمكن نعاني. وانا يمكن كنت قاعد مره مع الزملاء قلت لهم الكلمه اللي انا قلتها لهم دي، هقولها لكم على الهوا كده، قلت لهم انا عملتها خلاص ونتعب كلنا. انا ايه يا فندم؟ عملتها خلاص، خليت بلد قادرة على ان هي تبقى بلد وتنطلق بعد كده. طب ما احنا بنعاني كلنا. نعاني بس تبقى بلد، بس تبقى بلد. من 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت انا هقف قدام هذا الامر لانه بيمس الامن القومي المصري. طب ليه؟ لان كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي ان احنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الاموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده. لما نسيبه كده كان ممكن اول نتكلم على ارقام ضخمه جدا، اتكلمني في 80 و90، ما هو كده بقى. لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي، والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتورة؟ وتفضل استريح، تفضلي. والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده واقدر ان انا يعني اعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى انا ممكن انجح. لكن غير كده كان هيبقى في مشكله كبيره جدا في مصر. انا عاتبت رجال اعمال او عاتبت ناس في مصر الدولار ويراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، انا عاتبت حد؟ عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت على ان الدولار ب70 وب80؟ عاتبت حد؟ ولا قلت للحكومه حاولوا تنظموا الموضوع من خلال اجهزه الدوله المختلفه؟ عملت اجراء حد ضد حد؟ ممكن حد يقول لي طب وانت ما عملتش اجراء حد ليه؟ ممكن حد يقول لي كده؟ يعني احنا في ازمه كبيره زي دي وكمان نعمل اجراءات ممكن تعقد الامر اكتر من اللازم، ولا نحاول ان احنا نحل المساله ونتعب كلنا شويه؟ انا بقول ما عاتبتش حد عشان ايه؟ اوعى حد يزعل من الكلمه اللي هقولها، اوعى تدوا لظهركوا لبلدكوا، اوعوا تدوا ظهركوا لبلدكوا كلكوا كلكوا. الكلام اللي هقوله غريب قوي، ده هم يومين على وش الدنيا، هم يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي. اللي جمعته ان جمعته بالحلال نفعك، وان جمعته بحاجه تانية هيبقى نار عليك. لو كنت بتؤمن ان في حساب، اذا كنت بتؤمن ان في حساب وان الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا، اذا كنت بتؤمن بكده. ما قلتش لناس
إن وحتى الناس اللي مسؤولة عن الوعي، حتى الوعي الديني، ما اتكلمتش في حرمانية أي سلوك من السلوكيات ديت، مع الوعد في الاعتبار إن الأمور في الدول مش بالأخلاقيات وبالضمائر، الأمور في الدول بالأنظمة والقوانين، عشان بس تبقى الأمور واضحة. لكن حتى النقطة دي غايبة عننا كلنا، مش عارفين إيه الحلال وإيه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين إيه الحلال وإيه الحرام اللي بنعمله. أنا آسف إني بقول كده، أنا مش بكلم كل الناس كده، بقول إن في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل إيه. تصوروا إن إحنا لو أنا هكسب نتيجة اللي أنا بعمله ده، مش أنا، أنا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي أنا بعمله ده إن البلد دي تتخرب ونجيد بكل حاجة، الفلوس برة وأنا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكلة يعني. بس أنت اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى كده، أنت مش فاهم حاجة، أنت مش عارف إن ليها رب، والرب ده قادر على إنه يحل المسألة. مين؟ ربنا. ولا أي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم، واسألوا الحكومة لما كنت تقعد وأضحك لهم بكرة تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل أكبر والكرم أكبر معانا كلنا. فكان لازم أقول لكم الكلمتين دول، عشان مش عشان أقيم حجة ولا حاجة. بعضهم يتصور أننا ممكن لما ننجح كلنا نطلع بصدرنا، ولما يحصل مشكلة نتدارى. لا، أنا إن شاء الله ما بتداراش أبدا، لا، أنا بعمل أقصى ما في عندي، إن وفقت فده فضل الله، وما وفقتش العيب عندي، وأتحمل المسؤولية أمام الله. كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد، يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة، فحملوا الأمانة برأس شامخة، وقابلوا ربهم بنفس راضية، وتركوا لنا مع آلام الفراق فخراً ومجداً سيظل محفوراً وخالداً في ذاكرة أمتنا. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلا قاطعا على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها، ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها. تحية تقدير واحترام من شعب مصر العظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل
الذين يحملون على عاتقهم بكل عزيمة وإصرار وشجاعة حماية مقدرات ومكتسبات الوطن جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة الأشداء المخلصين في حفظ أمن مصر والمتسلحين جميعا بالولاء لهذا الوطن العظيم. شعب مصر الأبي الكريم سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبا وقاسيا. سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبا وقاسيا. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليا وعزيزا، وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وإنكار الذات كبيرا فوق التصور. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية. أنا حقف تاني. أنتوا مش مصدقين اللي حصل ده، والله في ظروف مصر ما يحصلش أبدا. أنتوا مش مصدقين. أنتوا نسيتوا مع الوقت إيه اللي حصل في العشر سنين دول. مش أنتوا عشان أنتوا بتنسوا يعني، لأن يعني كل واحد مشغول بحياته يعني. لكن القائمين على الأمر كانوا شايفين كل طوبة وهي بتتبني وفاكرينها وكل مصنع. بس تفتكروا إن هو ممكن تتحل الأزمة أو تتحل وتبقى بلد تاخد مكانها وسط الأمم في عشر سنين؟ طب أنا أقولي للمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام إن الدول بتاخد 75 سنة عشان تبقى دول ذات شأن، أقول إيه؟ ده الكلام ده موجود، مش محتاج حد يعني مش أسرار. دي دول موجودة دلوقتي على الدنيا عاشت سنين. طبعا لما بقول كده مش معنى ده ان انا يعني بتمنى ذلك يعني، لا، في دول عاشت سنين ما اقدرش اذكرها، ما يصحش. عاشت في مجاعات، كان بيفقد كل سنة من 3.5 ل 4 مليون من 52 ل 68، 45 مليون ما قاموش هدوا بلادهم اللي ماتوا من الجوع. بس النهاردة بقوا في حتة تانية خالص. يا ترى الكلام ده طب انت بتقوله ليه؟ بقوله لان انا عمري ما وعدتكم بان الموضوع هيخلص في سنه ولا اتنين ولا في عشر. ما وعدتش بكده عشان طب انت بتقول دلوقتي انت زعلان من حاجه ولا هم زعلانين من حاجه؟ لا، لازم الكلام يتقال لما الامور تتحسن، ما يتقالش وقت الصعب، لان الصعب تقيل. فعديها الاول وبعدين نتكلم في لما الامور تبتدي تتحسن عشان ناخد الدرس، عشان ناخد الدرس مش عشان حاجة تانية، ونتعلم وتبقى ذخيرة للقادم، تبقى ذخيرة للقادم. حيث أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف، وصمدوا في وجه إعصار التمزق والانهيار والفوضى الذي ضرب جميع أرجاء الإقليم الذي نحيا فيه. وفي ذات الوقت شيدوا وعمروا بلادهم ووضعوا أساساً لاقتصاد وطني قادراً على التصدي للأزمات. ولن يمضي وقت طويل بإذن الله، ولن يمضي وقت طويل بإذن الله حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم
وصبرهم واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن. السيدات والسادة، يشهد العالم منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة، وتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. بالمناسبة، كنت طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة. يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب، ترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن احنا نحميها زي ما هي كده. آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة يعني. ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم. ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامد فوق ترابها بتحية تقدير وإجلال، ونقول لهم إن مصابكم مصابنا، وألمكم ألمنا، وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة. ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة. شعب مصر الكريم، في نهاية كلمتي أتوجه بتحية خاصة إلى أسر شهدائنا، إلى الأب المحتسب والأم المكلومة والزوجة الصابرة والابن والابنة الصامدين. لكم مني جميعا ومن شعب مصر كل التحية وكل التقدير على تضحياتكم العظيمة، متعهدين لكم بأن تظلوا أمانة في أعناقنا، فمصر كلها أهلكم وشهداؤكم أبناؤنا جميعا، هم رمز فخرنا ومبعث عزتنا، هم رمز فخرنا ومبعث عزتنا. أشكركم وكل عام وأنتم بخير. ودائما وأبدا وبالله العظيم وبشهدائنا وأبنائنا الأبطال، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.